نقولها لكم دابا وتنفكركم على ايه. هذه من باب الدعابه شويه. الهضره اللي غنقول لكم اليوم هي على واحد الجريمه وقعات كما اعتدت نقول لكم على بعض الجرائم تحدث فيهم نهضر لكم عليهم، خصوصا الجرائم اللي خدمت فيهم وعندي علاقه بهم وعارف كيفاش دازوا الجرائم هادو. كاين بعض الجرائم اللي وقعوا عارفينهم شي ناس وطلبوني منهم قال لي هضر على الجريمه ديال فلان فلانيه، جا البنت اللي تقتلت هنا كذا كذا، دوك الجرائم اللي هما هضروا عليهم وعرفتهم وخدمت فيهم غادي نقولهم لكم. الجرائم اللي احنا ما توصلناش للجاني ذاك المجرم اللي دارها نقولهم لكم، الجرائم اللي خدمت فيهم غادي نجيب التقارير ديالهم وغنقراهم ونراجعهم ونقولهم لكم. هذا جديد. ترحب بكم الجديد. هذه الجريمة هذه وقعت، ثلاثة الجرائم وقعوا في واحد الغضون ديال واحد الشهر من طرف مجرم واحد. واحد الحومة هي فيلات، ودوك الفيلات واحد الشارع وسط دوك الفيلات، الشارع الكبير اللي في وسط دوك الفيلات فيه واحد كاريطة فيه ديك البراكة ديال العساس، تسمى كاريطة فرنساوية كاريطة. في البراكة ديال العساس، واحد العساس شيباني تيجلس تما في الليل، عنده واحد الكلب تيكون معاه، ذاك الكلب تيمشي مرات تيجي تيتحرك تيجي تما تيناس تما تيخلي تيبات تما، ذاك الكلب تيعيش غير تما في حومة، كاين مولف مع ذاك العساس من تيجي تيجلس مع ذاك الكلب وهذا وهذا. هذاك العساس تيعس راجل عادي عنده وليداتو عنده دارو، تيعس بالليل تيمشي في حالته في الصباح، تيعيش بالليل تيعس في حالته في الصباح. نهار واحد النهار في السيمانه ما تيعشاي وتيجيب واحد السيد من عائلته يعس ليه. نهار واحد في السيمانه يمشي فيه مسكين الحمام وهذا راك عارف الله يحسن العوان، وهذاك الدرب تيعس ليه وتيرتاح هو شويه. واحد الصباح صباح مقتول مضروب ضربه وحده في راسه شقات ليه الراس، الراس عظم الراس مشقوق، لما ديناه لمستودع الاموات وغيدوا ليه التشريح طبيب قال بان لوكران ديالو مهرس، اي ضربه قويه بشي اداه قويه. داك اللي قتلو قلب ليه جيابو وهز ليه مسكين واحد الغطاء عنده تما كان تيجلس عليه، واحد الهيدوره واحد السيده تتكى عليها وواحد الكشه كانت تيدير على رجليه، كان البرد حسب الناس اللي كانوا تيشوفوه او تيقوا معاه في الليل، تيبقاو دير عنده واحد الكويشه وعنده كذا ما كاينين شيء. هو واحد الصويك فيه واحد التيربو ديال القهوه وتيجي فيه شي كاسكروت ديالو ما كاين شيء. والسيد اللي قلبو قلب ليه جيابو، ما عنده حتى شي ورقه في جيبو وما عنده حتى ريال في جيبو. اي هذا القتل متبوع بالسرقه، قتلو وسرق ليه ومشى. واش غيدير هذا العساس؟ شنو غيدير مسكين؟ هذا العساس لما جينا نصبحوا مع مراته مع وليداته هضرنا معاهم قالت لك قد تكون في جيبه شي 30 درهم ولا 40 درهم، عارفين دوك الناس. وبعض المرات شي واحد من دوك الفيلات شي راجل تيكون راجل مزيان ودوك المحسنين تيسلم عليه بديك 20 درهم ولا يسلم عليه 30 درهم ودير ليه من الفيلات كولم ديال ليه 1000 فرنك في الشهر للدار، 1000 فرنك في الشهر 10 درهم وتيدور على دوك الفيلات حلال، ولكن تيصور كاع الشهر كله تيصور شي 100 فرانك ولا 150 فرانك باش عايش مقتول. جينا درنا المعاينات اللازمه وقلبنا وشهده ما قفلنا والو، لا شي بصمه ديناها عرفنا مولاها لا شي حاجه. ذاك الكلب بقينا حنا جينا والكلب تيهضر حدانا تما كيفاش هذا الكلب ما نبحش، ولا ذاك خينا جا جلس مع ذاك العساس تبتو تبت حتى الكلب، لان غيكون ذاك الراجل ديال صغير نبيع عليه، ولكن لا جا ديالك ما دعسات وجلس مع الكلب تاهو غيجلس قد يكون دوز عليه يدو تاهو وكذا. ما هذا الراجل مقتول مسكين طايح على فمو هكا ضربه ضربه هنا طايح على فمو ميت الله يرحمه. بقينا تنبحثوا شحال قدك تبحث؟ بحثنا جبنا ذاك الدري اللي تيعس ليه ذاك اللي من عائلته تيعس ليه ليله في السيمانه فوقاش تعس ان نهار تعس تنعسات ان لحد في الليل والراجل فين تيمشي هذاك النهار لحد تيدوزو هو في هذا بعض المرات تيخذ نهار اخر في السيمانه تيخذ الخميس. انت اش تدير؟ تنبيع الديطاي فين تبيع الديطاي علاقتك بيه علاقتك هذا طاطا جيتي عنده ذاك النهار جيت هذاك السيد هو اللي عندنا تنسولو الفيلات اللي حدا السلام عليكم من بعد دخلتي طومبيلك معاش السيد دخل طومبيل تيقول لك معاه 10 د الليل ولقيته جالس تما دار ليا بيدو هكا
واحد تيقول لك اسيدي جيت تنزل لي درت سكر غادي بالطوموبيل بان لي الاساس كاين تما. واحد السيد قال لك اودي انا دزت عندك الاساس وكنت انا جاي من المدينه وواحد الكاسكروت كان قاعد عندي مديته ليه. عاش مع 12 ونص اخر واحد شافو مع 12 ونص. من بعد ما كاين حتى شي حاجه. بدينا تنخدمو خدمنا شي 20 يوم ولا شهر ما بان والو. درنا تقرير سيد الوكيل العام تنقولوا فيه بان هذا البحث في هذه القضيه هذه لم يسفر على اي شيء وما كاين حتى حاجه والبحث يتبع رحنا غنتابعوا البحث في هذه القضيه هذه كما هو المعمول به عند الضباط الشرطه القضائيه الوقت ما توصل شي حاجه تيبقى داك واحد الرابور واحد التقرير تنديروه على وجه الاستئناس باش نخبروا بان القضيه رحنا ما لقينا شيء ولكن راه كان شيء جديد غنخبركم به في المستقبل وهذا وهذا وبحث يتبع. دازت على ديك القضيه واحد شهر شهر تقريبا واحد العساس جالس حدا واحد عفوا حدا واحد المعمل هو ما عساش في ذاك المعمل هو عساس عند واحد خينا عنده السيما والياجور وداك الشيء طلقوا في واحد الساحه في واحد الخلاف ولكن المحل ديالو الكاريطه حدا واحد المعمل ذاك المعمل تيخدموا غير في النهار في لا ميكانيك ديال السيارات وداك الشيء وتيصابوا شي تخربيق تصاب وداك المعمل فيه واحد العساس الراجل مضروب في راسه ضربه تهرس ليه الكران ديالو المخ ديالو بان لانه ضربه صحاح الاخر هذه الضربه الاولى شفنا عند الاخر شوف ضربه واحده هذا ضربوا عده مرات اللي الطبيب قال لك بانه المخ ديالو خارج من الراس ديالو وخارج من ودنيه ضربوا بزاف ضربوا شي حديده صحيحه قلب ليه جيابو دار شي معينات ديالو ومشى في حالته الاستاذ ديال المعمل تيقول الكلام ديالو تيقول لك اودي انا خليته وهو جاب القهوه انا ما تنشربش القهوه جابها وقت يشوف هضرت معك البارح قلت لك جيب معك اتاي قهوه انا ما عنديش معاها وهذا وهذا ومشيت انايا وهزيت البيكالا ديالي ومشيت لواحد القهوه في الشارع ومشيت لقيته ميت مضروب عيطت عليكم وجاو البوليس اللي داروا المعاينات ديالهم شافوا داك الشيء الصباح عطات ديك لافير عطاوها لينا حنايا شفناها اش تلقاو الراس مضروب وكذا وكذا تتشبه ديك الضربه الاولى ديك القوه ديال الضربه الاولى النوع ديال الخدمه ديك نفس الطريقه ديال العمل دخلوا لي يدهم في جيبهم خذوا لي شي حويجات هذا ما هذا مشينا لدارو عنده ثلاثه ديال الدراري عنده واحد مرته خدامه في الحمام تنعقل هنايا مشينا مسكينه جبناها من الحمام والمشكل ان البوليس اللي داروا ديك المعاينه الصباح داروا في وقت متاخر من الليل يمكن شي ثلاثه الصباح ولا اربعه الصباح داك الشيء داروا عاد كملوا الخدمه ديالهم كان مع المواشي كنا حنا واخدينها في الصباح قلنا لهم واش علمتوا قال لك باقي ما علمناش انتم كملوا البحث كملنا البحث مشينا جبنا المراه وجبناها من الحمام وخبرناها وكانت واحد الحاله خايبه ديك المراه مسكينه وسخفات وطاحت وزدت الامبيلونس ودات هذا لانها كسيف ما تسخف لان ذاك الراجل هو المعيد ديالها ويخدم في الحمام وندمت تشوف شي وحده في شي جنازه تبكي على راجلها ولا ولدها ولا هذا حتى الفقر تزيد يبكي حتى الفقر تزيد يبكي تكون وحده فقيره بزاف عندها واحد اللي خدام عليها تمشي تبكي اكثر وتتحزن اكثر من شي وحده اللي عندها علاش تكون عندها باش تعيش وداك الشيء القهره تتبكي كانت ديك المراه مسكينه تقول هو اللي معيشني هو اللي داير ليا وانا بقى تنصها الحمام وانا مقابله غير رزامي وانا كذا وانا كذا وانا كذا بدينا البحث ديالنا شي بصمه ما كايناش قلب يا ما تقلب جري يا ما تجري جمع عائلته شكون اللي عنده عداوه معاه شكون هذا واللي معكزانه في هذا البحث ديالها الثانيه هي الاولى ديك الجريمه الاولى هي اللي معكزانه لان تنقول اودي راه كاين الاولى كاين الثانيه هذا شي واحد تيرونسي لواحد القتال بالتسلسل راه تيدور علينا هنايا ودار هذه المصيبه هذه تنبحثوا تنجيبوا الناس وندخلوهم وندير المحاضر وجيب الناس وندخلهم وجيب هذه ما وصلنا لوالو ما وصلنا حتى شي حاجه هنا ولينا تندورو في الليل وتنقلبوا على الحساسه السلام عليكم رد بالك ولا يجي عليك شي واحد ولا يوقف معك شي واحد شكون اللي داز في الليل شكون اللي ما دازش في الليل واش ما شتيش شي واحد واش مش ضمنا على الحساسه ديال المدينه تقريبا كاملين وانا من الساده القياد كل لقيت تمشي عنده تقول الله يرحم والديك اودي هضر مع دوك المقدمين يهضروا مع الحساسه يردوا بالهم في الليل هذا راه قد لنا جوج الحساسه راه يقد يضربنا شي واحد وهذا وهذا اجلس داك خينا دوز شي تقريبا 40 يوم واحد النهار تخبرنا
بان واحد الاساس اساس واحد المارشي ديال الخضره، وداك الاساس حل شي واحد، لان المارشي ديال الخضره مسدود، هذاك الاساس حل شي واحد، وداك الواحد دخل معاه، وداك الواحد جلس معاه، وكاين داك الاساس تيكمل كيف، وهذا كمام اهل كيف، لان كاين تما واحد الكاس ديال الماء فيه داك التفيات ديال الكيف، وكان ما تيكملش القارو، كاين شي جوج قوارو، شكون اللي كماهم؟ هذاك القتال، والراجل تيكمل كيف مع روحو تيكمل كيف، وغفلوا داك خينا وسط المارشي وعطاه طن هرس لي راسو، هرس لي راسو ضربه وحده، وداش خربق تما في دوك الحوانت ديال الخضره في الليل. انا راه حل لي هادي، انا راه مزيان مجرم هنايا ما فيه والو، انا راه غادي قلبها شي فلوس. خوات ديك الراجل جويباتو مشى في حالته، والمصيبه هاد الناس كل ما الاساسه لما تنسولو شحال تيتخلص، ولما تنسولو شحال يقد يكون هز في جيبو، تنسولو عيالاتهم، تنسولو ولادهم كذا كذا، اش تلقاو ما تلقاو عندهم والو، 3000 ريال، 2000 ريال، 1600، 600، ما كاينش شيء، كاين شيء، الناس ما عندهمش شيء، تسرق تقتل على والو هاد السيد هذا. هنا دخل هنا، ولكن هاد الاساس اللي حل لي هاد الباب المارشي، حل لي انت عارفو، كيفاش غيحل لي الباب؟ تيعرفو. هذه هي النقطة اللي عندنا، بأن هذا الأساس حل هاد خينا، وبقينا نسولو مال المارشي كلهم، طيب هذا كذا هذا، واحد السيد اللي قالنا في المارشي كلهم ما شافوش وما جاش، واحد قال لك أنا واحد النهار جيت في الليل ديت شي صخرة من الحانوت، خليتها في الحانوت، ولقيتهم واحد خينا طويل، جالس ديال هكا طويل، هذا سلمت عليهم وكذا وكذا وكذا، وذاك الطويل واش مشي واش مات هنا في يدو، كانوا تحتو شي بولا الضو، سمعتو شي واش مات في يدو، هذا الشيء اللي كاين. إوا قلنا ليه ما سمعتي حتى شي حاجه، قال لك اودي انا نجيكم الصراحه، انا بعض المرات تنكمل كيف، كميت معاهم واحد شي جوج شقوفه ديال الكيف، قال لي ما نكذبش، وذاك الراجل الاساس قال لذاك اللي كان معاه، قال ليه اجي لالي خذ دك، عطاه الدكه، هذا قال ليه جي لالي، هذا اللي كتلقيته معاه واحد النهار جالس معاه، وعمري ما لقيته مع شي واحد، وماشي في النهار ديال الموت، واحد النهار، واحد النهار ديال واحد سيمانة ولا عشرين لقيتو جالس مع واحد السيد هكي داير هكي داير هكي داير. عندنا شي واحد سميتو الجيلالي جلس معاه حل ليه الباب دخل جلس معاه، ياك ما هو نفس الجيلالي اللي رجع عنده. الجيلالي اللي حل ليه ديك المرة وحل ليه السال ودخل جلس معاه ديك مع الكيف، ومن ذاك الخضار لقاه معاه. واش هو نفس الجيلالي؟ واش هو نيت اللي حل ليه الباب؟ ولا واحد آخر؟ بقينا تنقلب. اتجهنا للحومة ديال هاد الهالك الاخير، هذا الراجل الخير اللي هو تيخدم في اساس في المارشي، مشينا لها بقينا تنسولو فيها وتنعقل. انا كانت عندي واحد الطريقه ديال البحث شويه مغايره على البحث العادي، وكما قلت كانت عندي واحد الطريقه مغايره في البحث انا شخصيا، كنت من تنبغي نمشي لكون شي كريم شي روح في شي جهه ولا شي حومه شاك فيها، انا ما يمكنش نمشي نبحث وانا غادي بالطوموبيل فيها الامن الوطني وغادي تتبحث وتتوقف وتتسول شي واحد اجي تسولو كلا، ما كاينش هادشي. كنت ديما تلبس واحد الجلابه وتنهز واحد القبطه ديال النعناع، لان راجل ديال الجلابه القب ديالو هز النعناع في الليل شويه ما تاتيش انتباه ديال الناس، يشوفك راجل عادي ساكن تما في الحومه، حتى لو وقفتي مع شي واحد ديك الحومه تكون عاطيه بالدار تتهضر معاه تيهضر معاك بطلاقه، لانه تتقول لي ما عندكش تخاف دابا غير هضر معايا الله يعطيك الصحه، راه باين بحال النعناع في يدو الجلابه راه ماشي بوليسي. ومشيت للحومه ديال ذاك الراجل تنسول، ربما لقى شي واحد سميتو الجيلاني واجم في يدو جلس معاه واحد الليله وهادي وهادي وهادي. بقيت تنقلب 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 و شي حاجه وصلت لها ما كايناش، الجيلالي كاع اللي وصلت له دوك الجيلالي لقيت تما ماشي هما اللي عطاو دوك المعطيات، من تلقى ما انه كاين واحد سميتو الجيلالي ساكن حدا ذاك الاساس الاخر اللي مات، ولكن ما عندوش الوشام، وفي الاخر تنشوف تنعيا ندور عليه لحياته واش تيدير وكذا كذا، تنمشي عنده قود تنقل سولو على ذاك الاساس المارشي، تلقى ودي صدق الاخبار مسكين حدا انا ساكن الله يرحمه مسكين كذا كذا، تتسول تجلس مع الناس ما عطاتش شي نتيجه، وحنا ولكن ناض علينا الصداع. ناض علينا الصداع، ثلاثة ديال 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 الأرواح تابعين الأساس ديال الليل ولا الهلع ولا كان الأساس ديال الليل تيتقتل الأساس هذا تيموت، اش بقى لي واحد ما أساس ما والو، جالس مسكين ولا غادي ولا هذا ولا هذا، وهذا علاش يمشي للأساسة؟ هذا غادي على الأساسة غادي تيقتل فيه، والأساسة ما عنده والو،
وخصو الا كان تيقتل العساس مثلا ديال المارشي يدخل يسرق في المارشي، كان العساس ديال الحومه يدخل تخش هذا تيقتل تيزيد تيقتل وتيزيد. دازت الايام وحنا تنبحثوا ودازت الايام وانا ما طلقتش من ديك لافير، وماشي ما طلقتش من لافير، ولينا هذيك الخدمه هاد لافير ديال هاد ثلاثه الارواح هي هي داك 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 الشبح اللي ولا في مخنا واللي تنسمعوا ليه الهضره، واخا تنشدوا شي صفار دار شي حاجه ولا نشدوا شي واحد دار شي واحد كريسه تنديو المحكمه تيقول لك الوكيل. وفين وصلتوا لديك القضيه ديال داك فين وصلتوا؟ شي ناس بداو تيخرجوا تيغوتوا تيتظاهروا حضرنا وقفوا هنا شي واحدين قدام الكوميساريه واحد الجمعيه قال لك اسيدي حنا تنقولوا على دوك الناس اللي ماتوا الضحايا ما الضحايا، هذا الشيء كله تيرجع علينا حنايا ترجع على ديك لابريكاد كونسيرني اللي هي الفرقه الجنائيه ديالنا هي اللي مختصه وهي اللي عندها القضيه ولا خصها تبحث وهي اللي خاصها تجبد هذا السيد هذا. كاين شاب اللي عاون انت والله وبكري ما كانش من صاحب الجريمه اللي غادي يعطيك البصمه مزيان ويعطيك هذه مزيان ما كانش كان تشخيص قضائي ازول البصمه ولكن ماشي بهذه الطريقه التقنيه الحديثه اللي كاينه دابا. الحمد لله دابا راه ولات تقنيات كبيره عاليه والتقنيات قليل الروح اللي ما تتبانش ما بقاش تقريبا كلشي الروح تيبان دابا كلشي تيبان الحمد لله كلشي تيبان اللي قتل شي روح راه غيبان. بكري كان شويه ديال شدوه ما شدوش فلت ما فلتش والله ما فلت. حنا تنهضرو في هذا الشيء هذا. واحد النهار جا عندي واحد البوليسي وذاك البوليسي كان عنده شي عائله قريبه لذاك اللي مات الخضار الثاني الخضار الثاني كان عنده تما وجا قال لي ودي سمعت شي اخبار بخر الرز قال لي نعم قال لي واحد خينا كان تيشرب مع واحد مول الفاخر شحال هادي شي عامين قال لي ومول الفاخر سكر هو وياه مول الفاخر سد الباب حيت ساتر راسهم تيشربوا لداخل وداك خينا بغى يمشي واحد داك خينا اللي كان مع مول الفاخر واحد الوقت ناض هو يجبد واحد البول ديك لابول ديال لابول تيلعبوا بها لي بول هذيك الكره الحديديه جبدها وديرها في واحد لي با ديال العيالات ديك لي با دوك القشر ديال العيالات قال لك الواه هكا وناض هو يدير داك مول الفاخر طام ضربوا راسه مول الفاخر طاح ولكن مول الفاخر صحيح سالي الدم وداك الشيء ضرب راسو شادو وياه ناض الغوات كذا كذا خينا هرب خلى ديك لابول وهرب والاخر من الفخر عرفوا هذا ومشاو جابوه البوليس وكذا وهذا والاخر نعس في السبيطار نضرب في راسو بقى حي كذا شحال هذيك وداك خينا عطاوه عاموس ديال الحبس وخرج من الحبس شحال باش خرج قال لي ما عرفت خرج هذه شي ست شهور ثمان شهور حسب ما قالوا شكون قال لك هذه الهضره هذه قال لي واحد السيد وسول داك من الفخر نيت سولته قلت له خصنا نشوفوا مول الفخر طاح لي والبحث ديالي احسن ديال النهار البحث ديالي احسن ديال النهار في سترة ما تيدي فيك حتى تبحث ومشينا عند داك مول الفخر جلسنا معاه لاباس بخير يا ودي ولينا شكون كان ضربك الراس وكذا 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 قالت يشكي قال لك اودي ولد حرام تنصب انا وياه وكنت نحن عليه وكذا وكذا وهذا وهذا وراه مشى للحبس وراه الحال دابا راه ساكن سيدي يحيى قال لك ولا سيدي عياش ولا سيدي يحيى واش سيدي يحيى سيدي عياش والله ما عرفت كان ولاو بغاو يعطيونا داك تيحيدوا دور الصفيح اعاده البناء ديال تيحيدوا القضاء على دور الصفيح حيت هما كانوا قداو حيدوا دور الصفيح قال لك وحيدونا حنايا وبنيناه هو باع بقعته زاد قال لك كان غا واحد مسخوط واخد واحد خيتي تا هيك بحالو مسخوط الوالدين وهذا وكذا ومشى ما عرفتي سميتو عرفتي الجيلاني تولي الجيلاني سمعنا الجيلالي وذاك الخضر قال لك الجيلالي حنا وقفوا لي قلنا نشوف الله يرحم بكري بشويه الجيلالي هذا اللي فايت ضربك هذه عام ونص ولا عامين انت ما عقلتيش عطينا الاوصاف ديالو قال لك واحد مسخوط واحد طويل واحد الصفاره وز الحبس وهذا تعطينا شي علامات باش نعرفوه دابا حنا وصلنا للجيلالي شو باش نعرفوه واش غتعرفوا قال لك طويل ديال هكا عينيه بحال مجموعين شويه عاود حرام عينيه عنده ديال الغدار تعاود لينا وكذا وكذا وانا ما بغيتش نقول له عنده شي وشمه خفت نقول له عنده شي وشمه ايه عنده وشمه قلت ليه زيد
وقال لي دوك شي حاجه فيه شي خاله ولا شي وشمه ولا الواحد وشمات هنا في يده. الله الله سكتنا خصنا نعرفوا الجدالي. قلنا فين البقعه اللي باع الجدالي براكا في كانت عند الجدالي. مشينا عند واحد السيد تما وخرفنا مول البقعه مشينا عنده بنا هذيك البقعه داك السيد دور الحيط وهذا مشينا عنده السلام عليكم السلام بخير اخويا احنا واخا شتينا بالجلابه ولا هنا احنا البوليس على كار ديالنا مرحبا سيد. قول لي الله يرحمك اللي باع لك البقعه سميتو قال الجدالي وعاود لنا كيفاش باعها لك وهذا وهذا. كانت واحد شويه الشتات طاحوا بنا ودخلوا بعدا احنا ندخلوا عرض عندنا ندخلوا نشربوا اتاي ماشي باش نبحثوا معاه لان الليل وهذا صمنا اتاي بقى تعاود لنا. قال لك اودي انا راه من سيدي يحيى من واحد سيدي يحيى زيد انا من الله يطو زيد ولك تنعرفوا حتى هو عندنا من تما وهو ما كان تيجي لتما تيجي عند اختو اللي عندنا تما تيجي عندها وجبدنا واحد الهضره. قال لك راه استفدت من هذيك البركه اللي عندي عطوني بقعه وقال لك بغا يبيعها ورجع تما سيدي يحيى وشريتها من عنده. قلنا له يا ودي عمي خصنا نعرفوا هذا الشيء اللي حنا مزاوقين فيك خصك توري لينا بسر حنا جينا عندك دابا في الليل ما شافنا حد صحابك شي جوج صحابك وما نبقاوش نتلاقاو معك نتلاقاو بعيد فيما بغيتي ولكن نوريكم اسيدي نوريكم اختو هذا وهذا. الصباح جينا هزينا السيد عطانا قلب واحد بيكو ديال صاحبي بيكو ان بيكو بغا تدخل وسط الدوار فهمتي ماشي بحال البوليس غاديين بعض المرات خصك تضحي بعض المرات خصك تضحي خصك تضحي بعض المرات ما عندك ما دير. السيارات اللي ماشي باريولي وما فيهمش الامن الوطني فيهم سيارات غير عاديه طوموبيلات مثلا شي داسيه بيضاء ولا شي طوموبيل خصهم يكونوا عند البوليس خصهم يكونوا عند البوليس لان بعض المرات الخدمه تتطلب باش تكون سياره ما فيهاش امن وطني تتطلب سياره عاديه. هذا البحث هذا ان ماشي مشينا خاصك تكون غادي تمشي بالدوطي دورو وهذا وهذا بعض المرات تمشي يحس بك داك خينا تما يطير لك انت هذا هنا البحث تيكون شويه تيكون تيبغي السريه وتيبغي ما تفضحش راسك الا ما كنتيش عارف شكون بعض المرات قد توصل ليه هو يعيق بك والصباح ما يصبحش. مشينا تما ومشينا عند درختو السلام عليكم السلام لاباس بخير كذا بغينا الجلالي راه عندنا معاه شي خدمه وهذا وهذا. قالت لنا الجيران مشى سيدي سليمان في العشيه غيرجع. حنا قلنا كي غنديروا يا ربي الجيران دابا مشى سيدي سليمان وفي العشيه غيرجع وحنا ماشيين ما نكونوش هنايا وختو غتقول يجيو عندك واحد الناس غادي نوليو غادي يجي يشم الريحه ويعيق هاد الجيران هذه واش هو ولا ماشي هو شنو التضحيه اللي غنضحيو. قلنا لها عطينا التصاور ديال الجلالي حنا راه من الامن ونذكركم بانه كان معنا واحد الدراكي دينا معنا وخبرنا السيد وكيل الملك فاش انتقلنا والدراك لابد ما يمشيو لانه النفوذ ديال الدراك الملكي وذاك الدراك الملكي خلينا في السياره هاد كاسكيطه وكاز قلنا تنبغيوك ما بغينا باش تاخذوا التصاور قلنا له عطينا هذا عطينا شي ورق ديال خوك هذاك ساكن معك ساكن معايا السيد هذا هو محالو هذيك هي مراته محالو اعرف الكاريت جواز القينا لاكارت ناسيونال ديالو ماشي لاكارت ناسيونال الرقم ديال لاكارت ناسيونال ديالو في العقد ديال الزواج اللي مزوج واحد خيتي تما وكما قال لي خيتي واحد خيتي اللي تشبه ليه الله يستر تهضر معنا شي هضره وشي جبدنا لاكارت بيت خلوط وعيطنا الاخوان قلنا لهم اودي بوانتيونا الجيري وحنا لقاوه الجيري عامر ضرب وجرح ضرب وجرح سارقه ضرب كذا عم دوز شي 17 عام ديال الحبس مفرقه عامين عام ثلاث سنين عام مقاده ومرته فين ساكن تيترزق الله يا ربي فاش خدام تيترزق الله كيف تترزق الله وعطى معاشو خدم مره في البني خدم مره في هذه خدم مره في هذه خدم مره في هذه خدينا تصويرته من عندها خدينا كارت ناسيونال ديالو السلام عليكم صافي داك الدراكي خدم معنا واحد الخدمه مزيانه داك الدراكي قالنا باش غنديروا باش نبقاو سامعين عليه هنا قال غادي ندير واحد القضيه غادي ندخل سيدي حي المدينه وغنجلسوا كنا تما وانا عندي ناس اللي غيراقبوا الا دخل الدوار غيخبروا لي. مشى عند واحد لابريكا تما ديال الدرك الملكي دخل عندهم قال الامور ديالو وجا عندنا قال له نجلسوا هنا ولا في لابريكا قلنا خلينا هنا في القهوه قال لك انا في لابريكا
تما مع الاخوان ان عنده الزي، ثم انتم هنايا وهذا غنتغداو كنا هنايا وهذا وهذا وهذا. داكشي اللي كان وصلت 12 وعرض علينا داكشي البريكه تما وتغدينا، وهذه العلاقات اللي كانت باقا الحمد لله ما بين الدرك الملك الملكي والامن باقا علاقه طيبه، وكاين تعاون الحمد لله ما بين هذا، وكلنا تنخدموا الامن ديال البلاد وكنا تنحميوا هذه البلاد هذه. اللهم لك الحمد، واخا كل واحد عنده نفوذ ديال فين تيخدم، كل واحد النفوذ ديالو ماشي النفوذ ديال الاخر، ولكن التعامل بيناتنا واحد التعامل كبير الحمد لله، واحد التعامل كان وباقي الحمد لله باقي. على اي واحد الوقت جا داك السفر عندنا، قلنا رجاء الجلالي، قلنا فين كاك رجاء؟ تنطيرو داخلين ديك البيكوب، وتبعتنا الطوموبيل ديال الجندرمي ديك لابريكاد الكونسي جامي، تبعنا داك الشيء نلقاو تما في الدار، دخل السلام عليكم السلام شي جاي نعم مشي معانا. قال لك كيف؟ اش داير؟ قال لك ما عندنا ما يدير والو، غاتمشي ونسولوك ونذكروا معاك. قال لك واخا سيدي، قال لك غنلبس عليا وهذا نبدل كذا، قال لي والله غير لبس عليك حويجاتك وكذا تنشوفوا تما. هو يشدها بجريها هرب، لا حقناه تبعناه شديناه، هذيك الهربه زادتنا يقين بان تخينا هذا ما صافيش، هاد الجلال ما صافيش صارت عندنا فيك داك اخ. شديناه طلعنا، بقيت ندير واحد بيركيزيسيون ا دوميسيل، لقينا واحد الهيدوره وواحد الوساده محطوطين في واحد الكرتونه، هيدوره وساده اش بقالو في الكرتونه. عيطنا مراته بوحدها، اجي اجي هادو ماشي ديالكم، شفتكم هنا مستفاد في الهيدوره داكشي ديالكم. لا الجلالي جابهم، الجلالي جابهم تيخدم بهم، فاش تيخدم الجلالي؟ ومن نهار جاب لك الهيدوره والكاشه ديال الاخر ديال الخضار، هو حطم تما هيدوره وكاشه بعض الكرتونه ديال التيب حطم تما. الجندام كان تيهضروا مع شي عروبيه واقفين تما تيشوفوا ديك مالين الدور تيهضروا داك الشيء. هو جا عندي واحد الجندرمي قال لي السي خضر بغيت نهضر معاك. واحد السيد من هنا قال لك اسيدي الجلالي هاد الايام مشى لهيه ديك الغابه ديال كريكتوس لهيه وحرق واحد شي واحد الحوايج حرقهم، مالك شافوه تيعرف شي حوايج، مشاو قلبوا لقاوها شي هيدوره شي تخربيق. قلنا له فين هاد الشيء؟ قال لك مشينا ديك الغابه ديال كريكتوس تما دخلنا لها نلقاو واحد البلاصه فيها العافيه ولا ترماد، ولكن باقي شي طروفه ديال هيدوره واحد الحلفه ديال وساده وواحد الجلابه محروقه. داك الشيء اللي كان تيدي يمكن خلاه في الدار، واحد النهار بغى يحيدوا عليه مصالح الوالد دا حرقوا تما وكاين باقي. خدينا ديك الهيدوره اللي باقا هذا اللي يلاه تحرقات، خدينا واحد الجلابه محروقه، المهم خدينا محجوزات من تما، لان الرغبه انه حرق داك الشيء وبقاو غير شي طريفات ديال ما تحرقوش خصك ديهم باش تبرا المسطره ديالك وتدخل في المسطره بانه في محضر معينه ننتقل الى الغابه كذا نجد بلاصه اللي محروقه وجدنا فيها المحروقات هي عباره عن هيدوره كذا كذا، ناخذ من ما تبقى اللي هو ما تحرق شيء نعمله في الحز كذا كذا. خليه انا غادي نسولو غير حركت هذا حركتي ما يثبت تنجيبو، غتكون بقى فيها غير طرف قدك خاصك تجيبو. شدينا الجلالي اديناه لعندنا ودخلنا لبرك المصلحه ديالنا وجلسنا مع با الجلالي. با الجلالي قلنا لي شوف ما تخرق علينا ولا هادي ولا هادي، غنهضرو معاك الهضره ديال المعقول، شوف كل شيء عرفناه كلشي عرفناه السي الجلالي، دابا قلنا شنو كاين؟ شنو عندك معاهم من حساب؟ قلنا شنو عارفين نتوما؟ فقلنا لي عارفين حنا واحد السيد ضربتيه ذاك الخضار اللي في المارشي ضربتيه، قول علاش برا راسك قول علاش، كان تنسالو فلوسي كلاني فلوسي بدا تدخل وخرج في الهضره وباش ضربتيه؟ حنا عارفين هضر معنا ضربته بالكره ديال الحديد وهذا مات ولا لا؟ راك خباري مات بارك مات السي الجلالي بارك مات في الكره ديال الحديد. ما عرفت فين رميتها؟ لا والو با الجلالي الكره ديال الحديد والله عمرك ما رميتها، قلنا الكره ديال الحديد فين هي؟ في الكره ديال الحديد ما ضربتيها. قاتل يدخل ويخرج في الهضره ويحاول يتملص لانه حباس هو مدوز الحبس وعارف ذاك الانكار ديال الحباسه، وانا والله العظيم عارف بانه اداه الجريمه تنقلبوا عليها، وللاسف كاين بعض الحباسه اللي يدخلوا الحبس يكون محابسيه تيبقى يوريو بعضياتهم ديك الهضره. من دخلتي عند الوكيل كنتي تقول ليه ديك الساعه كون قال لك لا انا كذا، حتى شي واحد غيتقدم تيجيبوه مثلا تيديروا في الاعتقال.
وباقي ما تحاكمش ملي يدخل الاعتقال تيقول اش عندك من موتيف تيقول لي انا دير ودير ودير تقول سمع من تدخل عند وكيل يقول لي لا مساله كذا كتقيد تاع حراميات ومعلمك تاع حراميات ما بغاش يجبد لينا هذيك الحديده احنا نصيرو والو حديده تهبط بالك يلاه نجيبها لكم ودينا الدار دينا الدار وعنده تما واحد البيت تما داك البيت بحال كان تيدور فيه شي بهيمه ولا شي حاجه فيه داك الروت ديال البهيم مغطي بالقصب ومعلق واحد الصك تما وفيه ثلاثه ديال ليبول ديال دوك الكرات ديال الحديد وفيه جوج ديال ليبا وحده داخله في ليبا في ليبا داخله في ليبا وحده من هذوك داخله وليبا فيها طراس ديال الدم ديال من الدم ديال العساس ديال 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 المعمل حيت ضربوا بزاف فيها الدم الله جبنا السجيل عليه وجبناه اختينا داكشي هذاك وجبناه دورناه قلنا لها ودي ورينا لك الحساسه فين تيكونوا اللي قتلتي ماشي انا غنوريهم لك انت غتورينا قلنا الحساس فلاني هذا وهذا الحساس فلان فلاني هذا وهذا الحساس فلان فلاني هذا بدا لنا بالثالث مون مارشي قالك راه كان جاري وفيه الفهمات بزاف وتنساو الشريالات بغا يعيق عليا مشى يتحول من تما بغا ياكلني وديك الليله هضرت معاه هضرت الرجال بغا يضربني وجبد عليا موش كذا ليه الاساس الثاني هذاك الاساس جلست معاه تما وبقيت وانا طلع عليا الدم تيدخل ويخرج في الهضره وتيخربق قتال ما عند بوه لا ضمير ولا مخ ولا حتى شي حاجه تيقتل من اجل القتل وعار بان السرقه اللي تيدي منهم ما فيها والو وضربنا ليه واحد الزيره مزيان وضربنا ليه واحد القضيه مزيان وقلنا ليه جبد لنا الرابع لا باقي واحد السيد باقي لا انت باقي واحد السيد هذه باقي واحد السيد قلنا له ما كاين والو ما كاين والو قلنا ليه باقي واحد السيد هو يقول لنا المهم تهضروا لنا مولا فيراي الاول قلنا ليه ايه مولا فيراي الاول قال لك ما ضربتوش قول لنا عليه رجاء ودار هذا ودار بلان ديالو قال لك ما ضربتيش قال لك ولا جيبوه كاع يلا ورينا كذا مشينا الله فيري كان عصاص ديال الله فيري هذا الليل هذاك العصاص ديال الله فيري هذا الليل كان جاتي يهضر معاه تيتذكر معاه قال لي انا ساكن هنا وكذا ودي سفي بقاو تيفحوا عليه الكلاب وديك الروينه وهذا وهذا وذاك العصاص واقع معاه الاخر جبد الكارو بقى تيكمي وكذا كذا هذاك الجيل اللي دار شي حركه هو طاحت ليه الكره ديك الكره كان معلقها هنا طاحت ليه الكره بديك لي با ديال العيال الداخله وديك العساس شافها قال شنو هادي واش قال شنو هادي كزيتي تما قال لي قال حيد نعطيك بها وما تشنقو وديك العساس وين الزرواطه وعاونوا الكلاب وبقى عليه دف دف ضربوا وضرب الجيري راسو جا ليه هرب وعضوا الكلاب هرب ولكن خلى لك البول تما خلى لك لابول وديك لابول شد هذاك داك اللي في لافيراي ما ديك لا راه ما والو بقى حاطها تما ولما مشينا عنده ولقيناه وجبدنا مع ذلك باقي عندي قال ديك لابول ديالو باقي ديك الحديده اللي ديك الكره الحديده باقي عندي هنايا اه جا عندي واحد الليله والسيد تيهضر معايا وهذا ودخلني فيه الشك صاوني بغا يسلق حاجه من الطوموبيلات دار واحد الحركه طاحت لي هذيك في الارض من طاحت لي بغا ياخذها بغا يضربني بها وانا ندخل فيه الاخر صحيح تاهو والكلاب عاونو خدينا ديك لابول فلت ذاك مولا فيري فلت وبحثنا معاه مزيان لقينا ثلاثه ديال الارواح اللي قتل علاش قتل هذا الروح؟ اه قتل تيور قتال ما عند بو لا هادي ولا هذيك وخربق داخل الحبس على الضرب والجرح وداخل الحبس على السرق بغى يسرق واحد البقره لواحد خينا وداخل سرق واحد الدار وداخل الحبس تلقى لواحد خيتي دار لها شي بورطاب شي روينه تيخرمز ما ان هاد الصفاره عندهم اختصاص اللي تيضرب الجيب تيضرب الجيب في الطوبيسه ما تعرفش يطلع الديور اللي تيطلع الديور تيسرق في الديور ما تيمشيش للجيب يضرب الجيب اللي تيسرق البهايم راه ما تيسرقش الطوموبيلات اللي تيسرق الطوموبيلات راه ما تيجبدش فلوس على البورطاب تيكون عندهم واحد الاختصاص ولكن تيكون واحد فيهم شي وحدين فيهم تنسميهم الشالوطي اللي يلقاها قدامه لان الباركود الصيد فيه الصيد تيقول السرادني تيصيد السردين تيصيد الشطون تيكون عنده اختصاص ديالو وكاين هذوك الشالوطيين اللي تيضرب الشبكه تيضرب اللي كان تيزي قدامه وكان هذا بحال الشالوطي واش دا منه هذا السيد هو مشى بالاعدام اعدام تحكم مات تقتل ولا ما تقتلش مع اعدام تمنى من الله يكون مات ولا يكون مات تمنى من الله يكون مات على كاع ما تمنى لي يربح هذا ولكن لقينا واحد القضيه بان مراته على علم بذلك
من خلال البحث ومجيتي للدار قالت كذا 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 قالتها لها ماشي ما كذاش لها انا تنقولها لها تقول لي دبر راسك واش جيتي من هذا الشيء كون درتي انا حتى هي عندها واحد الصوابق ديك مسخوطه وخبرها بداك الشيء قدمناها النيابه العامه ولكن حق مرته من حقها تستر عليه ان مرته واخا ما عندهم على دراري لا والو والله ما عرفت العقاب ديالها شنو عاقبوها حنا قدمنا بعدم الاخبار وكذا وطاطاو هذه باش ترقوها مع قريوة اللي سمعنا بانه تحكم بالاعدام كان في حبس السنطرة ونتمنى مات شنو استفدت شنو استفدت والو غضيع دوك الناس في وليداتهم ما استفدت حتى شي حاجه ما استفدت حاجه وما استفدت من الحياه حتى شي حاجه وحقيقه هذا الشيء تاثر بحال هذا تيقوم هذه الاعمال الحمد لله ما عندناش في المغرب القتال المتسلسلون قلال قتال متسلسل قتل وقتل 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 قلال عندنا هادو في المغرب ماشي بزاف كاين واحد الحلقه غادي ندير لكم ندير واحد قاتل متسلسل قتل بالتسلسل دار كارثه دابا نقول لكم لاحقا و اش تنقول اش غنوصي دابا اش غنوصي نقول لكم ما تقتلوش الناس بزاف لهم هذا وشوف المخ العوج ديال هذا بنادم ما قتل باش يسرق شي حاجه فيها الربح ما قتل شي واحد عنده معاه شي مناقشه ولا شي حاجه ما قتل الناس اللي مثلا داروا لي شي حاجه ناس ساكن ابرياء شي باني جالس حساس في الليل تيشوف مسكين تيدور عينو لهاد الجهه جه عينين سهرانين واللي مجرب السهيره تعرف ان السهير اش تيسوى واللي مجرب السهير وتعيش في السهيره تعرف السهير اش تيسوى وراكم تتعرفون تشوفوا بوليسي في الليل وتكون غادي ناعس ولا تشوف الجدارمي وانت غادي تنعس راه من تكون في الربعه الصباح انت تتقلب راه مسكين واقف وحال عينيه وتيشوف الله يسمحنا منهم والله يعاون رجال الشرطه ورجال الدرك والقوى المساعده وجميع الناس اللي يحافظوا على الامن ديالنا في البلاد الله يعاونهم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.